بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث عن سجود السهو وقد ذكرنا في المسألة السابقة أنه لا سجود على المأموم إلا تبعًا لإمامه، والمأموم عليه أن يسجد مع إمامه حتى وإن لم يحصل منه السهو، وقد ضربنا الأمثلة على ذلك، وهذا فيما إذا كان سجود الإمام قبل السلام لأن الإمام لم تنقطع صلاته لكن إذا كان السجود بعد السلام فهنا صورتان الصوره الاولى اذا كان المأموم لم يفته شيء من الصلاه بدأ مع إمامه ولم يفته شيء من الصلاه فإنها تجب متابعه الإمام من قبل المأموم في سجود السهو، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إلا تبعا لإمامه. يعني لا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه. فلا فرق هنا بين أن يسجد الإمام قبل السلام أو بعد السلام، فهنا يجب أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام. هذه الصورة. الصورة الثانية إن كان المأموم مسبوقا، يعني جاء متأخرا وقد صلى الإمام ركعة أو ركعتين فأدركه مثلا في الركعة الثالثة وسجد الإمام بعد السلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السجود أم لا المعروف عند الفقهاء وهو المذهب أيضا قالوا يلزمه السجود واستدلوا أيضا بالحديث إلا تبعا لإمامه وأيضا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه هذا قول قال ابن عثيمين رحمه الله والصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزم المأموم المسبوق متابعته، يعني المتأخر اللي باقي عليه ركعة أو ركعتين، لماذا؟ قالوا لأن المتابعة حينئذ متعذرة، فإن الإمام سيسلم، ولو تابعه في السلام بطلت صلاته، لوجود الحائل دونها وهو السلام. فبالتالي ينبغي عليه ان ينهض ويكمل صلاته ولا يسجد سجود السهو مع مع الامام. مساله هل يلزم الماموم اذا اتم صلاته ان يسجد بعد السلام كما سجد الامام؟ يعني الماموم المسبوق اذا جاء في الركعه الثانيه ثم سلم الامام فنهض للركعه الثالثه يتمها. وسجد الإمام بعد السلام سجود السهو فهل يلزم المأموم أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام أم لا يلزمه في في, في الصورة الأولى قلنا إنه إذا الذي آه رجح ابن عثيمين رحمه الله أن المسبوق إذا سجد الإمام لا يلزمه أن يسلم ويسجد مع الإمام إذا كان بعد إذا كانت السجود بعد السلام وإنما يكمل صلاته لكن هنا يكمل صلاته، هل إذا أكمل صلاته وسلم يسجد أم لا يسجد؟ قالوا الجواب فيه تفصيل، إن كان سهو الإمام فيما أدركه من الصلاة، يعني إن كان سهى الإمام في الركعة الثالثة التي أدركها المسبوق، فإنه يجب عليه أن يسجد بعد السلام. دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، فسهى الإمام في الركعة الثالثة، فلما سلم الإمام نهض المسبوق ليكمل صلاته والإمام سجد للسهو فإن المأموم إذا أنهى صلاته فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو وإن كان سهو الإمام هذه الحالة الثانية إن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن يدخل معه يعني كان السهو في الركعة الأولى لم يجب عليه أن يسجد يعني لم يجب على المأموم أن يسجد بعد أن يكمل صلاته. مسألة أخرى: إذا كان المأموم مسبوقاً وسهى في صلاته والإمام لم يسهو فهل عليه سجود؟ دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثالثة وسهى المأموم في الركعة الثالثة والإمام لم يسهو، فهل يلزمه إذا أكمل صلاته أن يسجد سجود السهو؟ قالوا يلزمه أن يسجد سجود السهو. وذكر ذكر مثال لذلك لو نسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع في الركعه الثالثه ثم قام واتم صلاته فانه بعد ذلك يسجد سجود السهو وجوبا مساله سجود السهو لما يبطل عمده الصلاه مثل ان يترك الواجب عمدا او يترك الركن عمدا فمن ترك الركن أو الواجب عمدا فإن الصلاة تبطل فقالوا يجب سجود السهو للواجب ولترك الواجب ولترك الركن هذا ضابط فيما يجب السجود له قالوا فالسجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاة عمده مثال لو ترك قول رب اغفر لي بين السجدتين وتعمد ذلك، فهذا ترك واجب، وترك الواجب عمدا يبطل الصلاة. فدل على أن قول رب اغفر لي يجب من تركه سهوا أن يسجد سجود السهو. لأنه لو تعمد تركه بطلت صلاته، مثال آخر لو أن الإنسان ترك الفاتحة فإنه يجب عليه سجود السهو بعد أن يأتي بها، لابد أن يأتي بها ثم يسجد سجود السهو. لماذا؟ لأن لو تعمد ترك الفاتحة بطلت صلاته أعتقد وضحت هذه المسألة السجود لما يكون تعمد تركه مبطل للصلاة وهو طبعا الواجب والركن مسألة لو قرأ وهو راكع أو ساجد ناسيا فهل يجب عليه أن يسجد السهو أم أن ذلك يسن له، يعني لو قرأ وهو راكع قرآن، مع أن الراكع يقول سبحان ربي العظيم، والساجد يقول سبحان ربي الأعلى، فلو قرأ مكان قول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى شيء من القرآن، قال جمهور أهل العلم: لا لا وجوب عليه، ولا تبطل صلاته، حتى وإن قرأ في الركوع وفي السجود، لأن صلاته لا تبطل بذلك، وقال بعض العلماء إذا تعمَّد القراءة في الركوع والسجود بطُلت صلاته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، هذا والله أعلم وأحكم».